بقى دلوقتي نبدأ نروح نشوف حالة الطقس أخبارها إيه النهاردة، لأنه الحقيقة زي ما بقول لكم كنت امبارح بقول إن الطقس اليومين دول متقلب، يعني وأنا جاية كان في لسعة كده شوية، كان في ساقعة وبعدين فجأة تلاقيه حرر وبعدين بالليل تلاقيه ساقعة، فإحنا إيه لسه مش مستقرين، ما دخلناش قوي في الصيف ولا الشتاء ودعنا، إحنا في الوسط كده، نخلي بالنا ودايماً إيه يبقى معانا جاكيت ما نخففش على طول. طيب بيقولوا إيه خبراء هيئة الأرصاد؟ قالوا إنه النهارده هيبقى فيه طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء. تعالوا مع بعض بقى نشوف درجات الحرارة المتوقعة النهاردة بالتفصيل قبل ما نتحرك من بيوتنا. نبدأ بالقاهرة اللي سجلت 23-15، بالنسبة للإسكندرية 21-13، الإسماعيلية 24-14، الغردقة النهاردة 26-15، المنيا 25-11، سوهاج 27-13، أخيرا أسوان 29-16. جو حلو قوي في أسوان. تعالوا بقى نروح نشوف عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية أخبار درجات الحرارة فيها إيه كمان. نبدأ من الرياض اللي سجلت 28-19، بالنسبة لأبو ظبي 28-23، أنقرة 15-7، لندن 13-7، أما واشنطن 16-3، باريس النهاردة 10-3، وأخيرا بكين 19-8.